شكرا. الآن الشاعرة الجميلة ليلى سعيد برضه من زمان مهجرة يعني. حضرتك كان عامل تشكيل برضه من زمان ما بيجيبهاش. تحاول أن تواري الحنين في رعشة يدك فلا تستطيع، فحواسنا استيقظت حينما يأتيني صوتك، تعصف بي ريح الفرح، تقتلعني النشوة، تنمو في صحراء أيام تقود الذهب. أشعر أنك اصطفتني من بين فتيات، فأهيم سعادة بعشقك. تلاحقني ظلال كلماتي، احيانا يخترق لي صوتك في الفراغ هاجسا، فاناجي السماء لاستحضرك. كل صباح هو يوم جديد اقف فيه على اعتاب الفضل. كل صباح هو يوم جديد اقف فيه على اعتاب الفضل. رغم أننا نقطن في كوكبا واحدا، إلا أن المسافة بيني وبين لقائك مبهمة. كل صباح هو يوم جديد تنصب فيه خيمة الشوق وفيها أنتظرك. إلى أين ستحجبني رياحك؟ لا أعلم، ولكنني لن أفلت طائرة الحلم من يدك.